بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسل عبد الهادي علي بشيري من جمهورية السودان، يقول: أتوجه إلى فضيلتكم بجمع من الأسئلة آمل الإجابة منكم عليها. سؤاله الأول يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سؤالي في هذا الحديث أن له فروعا أو مكونا من أجزاء، فإذا توفر في الابن الصلاح والتقوى وكان ذلك ميسور الحال، فما الأدعية والاستغفار التي يترحم بها على والديه؟ وهل هناك دعاء وارد أو استغفار معين من الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن بالابن الصالح أن يترحم به على والديه إذا مات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الحديث الذي ذكره السائل حديث صحيح يدل على انقطاع عمل ابن آدم بالموت إلا في هذه الخصال الثلاث: إذا كان وراءه ولد صالح يدعو له، ونص على الصالح لأنه أقرب إلى الإجابة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم الدعاء، فيدعو لوالده بما تيسر من أنواع الأدعية بالمغفرة والرحمة والعفو وغير ذلك، ويستغفر له ويكثر من الاستغفار له، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم نوعا من الأدعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني تبعا الأول: إذا كان الابن يختم القرآن كل شهر ثم يوديه إلى والده، هل يصل الثواب إلى الوالد أو تصل إليه هذه القراءة من القرآن؟ قراءة القرآن عمل بدني، العمل البدني لا تدخله النيابة، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا عمل لا دليل عليه، لم يثبت أو لم يرد في السنة ولا في عمل أحد من السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدونه لأمواتهم، وإنما وردت الأدلة بالدعاء والصدقة والحج أو العمرة أو العلم النافع الذي ورثه من بعده انتفع به، هذه تجري على الميت بعد موته. أما تلاوة القرآن فإنها لم يرد بها دليل، وأمور العبادة توقف فيها على الدليل. نعم. ثابكم الله. سؤال مماثل لكنه بصيغة أخرى، يقول المرسل نفسه: إذا كان الابن كل سنة يقوم بجمع طلبة حفظت للقرآن من الخلاوي، ويلزم كل واحد منهم بختم القرآن 10 مرات ويهبونها إلى أبيه، ويقوم بإعطاء كل واحد منهم أجرة على هذا العمل، هل هذا العمل جائز ومشروع؟ وهل يصل إلى الميت؟ وهل يعد من بر الوالد من بر الولد لوالده؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح الكافي، جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير صحيح لأنه لا دليل عليه كما سبق في السؤال الذي قبله، في الإجابة عن السؤال الذي قبله. فإن قراءة القرآن ولو تبرع بها الإنسان وجعل ثوابها للميت فإن هذا غير صحيح ولم يثبت به دليل من السنة. أثابكم الله. وأما وإذا كان بالأجرة، إذا كان بالأجرة والقارئ لا يقرأ إلا من أجل الأجرة، فهذا لا ثواب فيه، لأن عمل الآخرة والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر، يعني الأجر الدنيوي،
فإن كان يعملها من أجل الطمع الدنيوي فإنها لا تصح. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالعبادات لا تعمل من أجل طلب طمع الدنيا، وإنما تطلب لأجل ثواب الآخرة وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الذي يعمله السائل غير صحيح، وكان الأولى به والأجدر به إذا كان يريد نفع والده أن يتصدق بهذا المال الذي ينفقه ويؤاجر به المقرئين، يتصدق به عن الميت فيكون موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. نعم، أثابكم الله. سؤاله قبل الأخير يقول: في كل النوافل التي مع الصلوات الخمس أقرأ فيها جهرا، علما أنه لا يوجد أحد على حالي في الصحراء. يبدو أنه يعني يقصد أنه لا يؤذي أحدا بذلك، هل هذا يجوز؟ صلاة الليل يجوز للإنسان أن يجهر فيها أو يسر، مخير، سواء كان يصلي منفردا أو مع أو إماما، يصلي منفردا أو إماما. أما صلاة النهار فإنها سرية، لا يجهر فيها بالقراءة، لا الفريضة ولا النافلة، صلاة النهار سرية. صلاة الليل يخير فيها، والجهر أفضل سواء كانت فريضة أو نافلة. فهمكم الله. سؤاله الأخير يقول: في أثناء سجودي أقوم بالدعاء لوالدي وأعمامي وأخوالي وكثير من قرابتي وأبناء عمومتي، هل أوجر على ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خير. إن شاء الله تدعو لنفسك وتدعو لوالديك ولأقاربك ولإخوانك المسلمين في سجودك، وفضل الله واسع، إذا تقبل الله هذا الدعاء نفعك ونفع من دعوت له إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل الأخ راء عين من جمهورية مصر العربية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أرجو الإجابة عن سؤالي. الأول: أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية، وفي أثناء عملي تحصل مشاكل بين زوجتي وأمي لأن المنزل واحد، فهل لو جلست أنا وزوجتي في منزل آخر غير منزل العائلة يعد ذلك عقوقا للوالدين، مع العلم أن أهلي لن يوافقوا على جلوسي مع زوجتي في منزل ثاني؟ وهل الزوجة من حقها الجلوس في منزل بعيد عن منزل العائلة، مع العلم أيضا أنها لو جلست زوجتي في بيت ثاني فسوف أقوم ببر أهلي أكثر وزيارتهم أكثر؟ وهل من إيضاح شاف منكم عن حقوق الزوجة وحقوق الوالدين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا سمحت الزوجة أن تسكن مع الأسرة، مع والديك وأسرتك، فهذا شيء طيب يحصل به الألفة وتندفع به الحززة. وأما إذا لم تقبل السكن مع أسرتك، فمن حقها عليك أن تؤمن لها سكنا مناسبا خارجا عن سكن الأسرة، لأن هذا من حقها عليك. وما دمت تستمر على بر والديك والصلة فالمطلوب موجود والحمد لله، يحصل القيام بحق زوجتك وعمل مسكن لها مناسب، والقيام بحق والديك، وكل منهما له حق عليك. الزوجة لها عليك حق الزوجية، والوالدان لهما عليك حق الوالدين، وهو عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. يقول في سؤاله الثاني: هل لو حلفت بالطلاق ولم تسمعه زوجتي يكون الطلاق واقعا عليها؟ نعم، إذا تلفظت بالطلاق وقع، سواء سمعه أحد أو لم يسمعه أحد، زوجتك أو غيرها، المهم أنك تلفظ بالطلاق، فإذا تلفظت به وقع. نعم، وإن كان قصده اليمين كما أشار بقول حلفت، ما ندري صيغة اليمين التي يريدها. نعم، يقول: وكيف يكون الطلاق واقعا على الزوجة حيث أنا عند غضبي من أي شيء يتملك علي الشيطان فأحلف بالطلاق؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الطلاق الغضبان يقع إلا إذا اشتد به الغضب وزال شعوره، إذا اشتد به الغضب وزال شعوره بحيث لا يدري ما يقول فإنه لا يقع في هذه الحالة، وأما إذا كان الغضب يتصور معه ما يقول فإنه يقع، لأن أغلب الناس ما يطلق إلا من غضب. نعم، ثابكم الله. المرسلة كاف حاء تقول في سؤالها الأول: عند الانتهاء من فرض والانتقال لنافلة أو العكس، هل لا بد أن ينتقل الإنسان من مكانه إلى مكان آخر؟ لا يلزم هذا، فيجوز أن
يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وإن انتقل إلى مكان آخر فلا بأس، الأمر واسع ولله الحمد. هناك حال أفضل من حال شيخ؟ ما أظن، لا، بعض الفقهاء يقولون أنه ينتقل لأجل تكثر مواضع العبادة، لكن هذا في ما أراه أنه ما لا دليل عليه، ليس عليه دليل صحيح. نعم، ليس عليه دليل صحيح. نعم. تقول في سؤال آخر: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والمطر يسقط؟ وش المانع؟ يبدو أنها تظن ذلك شيئا من التقرب. يعني ليس مجرد السؤال بلفظه، يعني تريد هل لو قصد الإنسان أن يقرأ والمطر يسقط يكون له مزية عبادة وفضل؟ يجوز قراءة القرآن في حالة نزول المطر وفي غير ذلك، لكن ما له أفضلية من الأحوال، ووقت نزول المطر ما له أفضلية، ليس له أفضلية، هو وغيره سواء. نعم. المشروع الدعاء هنالك فقط. نعم. حيث يحضر قرأ القرآن فلا بأس، وإن سكت فلا بأس، وإن دعا بما ورد: اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للفتاة في أثناء الخطوبة وعند الجلوس مع خطيبها الذي عقد عليها أن تمكنه من شيء من نفسها كالزوج؟ إذا كان العقد معقولة جدا، إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأركانه، كان عقدا صحيحا، فإنه يبيح للزوج الاستمتاع بها بكل ما أحل الله سبحانه وتعالى للزوج من زوجته، إلا إذا كان سيترتب على ذلك سوء تفاهم بينه وبين أهلها، أنه جرت العادة أنه يكون بعد العقد دخول وحفل وزفاف كما يقولون، إذا كان يترتب على استمتاعه بها قبل ذلك مفاسد أو سوء تفاهم، فإنه يتحاشى هذا الشيء ويصبر إلى أن تتم الإجراءات المعتادة دفعا للضرر. نعم. إذا المسألة ليست الخطوبة، مسألة العقد جرى أو لم يجري؟ المسألة مسألة العقد، أما الخطوبة فلا تحل له شيئا منه. فهمكم الله. الخطوبة لا تحل له شيئا منه، إنما الكلام في العقد، الإيجاب والقبول بحضور الولي وبحضور الشاهدين. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل سعيد سعد من جمهورية مصر العربية الإسماعيلية يقول: أنا متزوج وفي يوم من الأيام حلفت بالطلاق محذرا أمي أن تذهب عند الجيران، وبعد شهرين عرفت أن أمي ذهبت إليهم، فهل تكون هذه طلقة أم ماذا؟ وجهوني أثابكم الله. سائل منين؟ من مصر، من الإسماعيلية. يسأل العلماء في بلدهم، يسأل العلماء المفتين في بلدهم، وإن شاء الله يوجهونهم بالمطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل من أكل لحم الجمال وهو متوضأ يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم لا؟ هذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث الصحيح، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، من جملة نواقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال الثالث والأخير يقول فيه: ماذا يجب علي أن أفعل إذا وجدت أخي الكبير يعامل أمي بجفاء وقد نصحته مرتين ولم يستمع إلى نصحي، هل أقاطعه أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك بمناصحته وتحذيره من غضب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يمتثل ورأيت أن حجره ومقاطعته يؤثران عليه فيخجل ويتوب، فإنك تهجره وتقاطعه حتى يتوب. أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه فإنك لا تهجره ولا تقاطعه، ولكن تواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. السائل عبده من اليمن يقول في سؤاله الأول ضمن مجموعة من الأسئلة: رجل حلف على المصحف ألا يعصي الله في شيء معين، ثم عاد لهذا الشيء، ثم تاب وندم ندما شديدا ولا يدري ما يكفر هذا الذنب، أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا. الحلف على المصحف لا أصل له، إذا حلف بالله قاصدا عقد اليمين فإنه ينعقد ولو لم يكن على المصحف، وإذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء ثم خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وهي ما بينها الله جل وعلا في كتابه: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فيخير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، فإن لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: رجل يقرأ القرآن ومع ذلك يستمع الأغاني وهو محافظ على الواجبات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قراءته للقرآن طاعة وقربة إلى الله سبحانه مع النية الصالحة، وسماعه للأغاني معصية
يعاقب عليها. فهذا جمع بين طاعة ومعصية، فعليه أن يتوب إلى الله من المعصية وأن يتجنب استماع الأغاني، لأن الحسنات إذا خالطتها سيئات وكثرت السيئات فقد تبطل ثوابه، إذا رجحت سيئاته يبطل ثوابه، فالأمر خطير جدا، فعليه أن يتوب من السيئات ويواصل ما عنده من الأعمال الصالحة. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله قبل الأخير، ولأن هذا من العمل بالقرآن، الإنسان الذي يقرأ القرآن، القرآن يأمره بكل خير وينهى عن كل شر، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما فقد خالف القرآن. نعم. هل يدخل بذلك فيما ورد أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن؟ نعم، إذا كان لا يعمل بما في القرآن فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم. يقول في سؤاله قبل الأخير، ما قولكم في لعن البهيمة مع الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لعن البهيمة ولا لعن المسكن ولا لعن الوقت والزمن، لا، المؤمن لا يلعن إلا من يستوجب اللعنة، إلا من يستوجب اللعنة، وإلا فالمسلم يصون لسانه عن اللعنة. ولا يجوز لعن الدواب، لأن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره على ناقة لها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي فكأني أنظر إليها تسير ولا يعرض لها أحد. لا يجوز لعن الدواب. نعم. سابقكم الله ونفع بعلمكم. في سؤاله الرابع والأخير يقول، هل يجزئ أن يحج الرجل عن زوجته المتوفاة قبل أن تؤدي حجة الإسلام؟ أفتونا مأجورين. نعم، إذا كان حج هو عن نفسه حجة الإسلام فله أن يحج عن زوجته أو غيرها من الأموات، وهذا عمل يثاب عليه إن شاء الله وينفع الميت بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل خالد سالم صوت من اليمن شبوة يقول في سؤاله الأول ضمن مجموعة من الأسئلة، ذهب المرأة الذي تلبسه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة فيه كل سنة أم تجب في العمر مرة واحدة؟ وهل يكون تارك الزكاة، هل يكون الذي زكى في العمر مرة واحدة آثما؟ أرجو التوضيح. الزكاة إذا وجبت فإنها تجب في المال كل سنة، كل ما يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وأما الحلي الذي يلبس، حلي الذهب الذي يلبس، فهذا موضع خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه أصبح من الأشياء المستعملة كالدواب والثياب والمساكن غير ذلك، فلا زكاة فيه لأنه أصبح للاستعمال لا للنمو، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة فيه، فإذا زكي من باب الاحتياط خروج من الخلاف فحسب، ويكون كل سنة كل ما يحول عليه الحول بشرط أن يبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر، إذا أمر الأب والأم ابنهم أن يطلق زوجته وهو يحبها وتحبه، وامرأة صالحة ملتزمة بدينها، هل على الولد أن يطلق زوجته لذلك أم لا؟ فإن لم يفعل هل يكون عاقا لوالديه؟ لا يلزمه أن يطلق زوجته إذا كانت مستقيمة وصالحة، الحمد لله، وإنما هذا لهوى في نفس الوالدين عليها أو أغراض شخصية، لا يلزمه ذلك. نعم. يمكن أن يسعى في الإصلاح أو يبقى هكذا؟ لا شك أنه يسعى في الإصلاح ويوفق بين زوجته ووالديه، وأيضا يحمل على زوجته حتى تعتذر أو تقوم بشيء يذهب ما في أنفس الوالدين. نعم. أثابكم الله. سؤاله الأخير يقول فيه، هل يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف وتقرأ منه؟ لا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في الختام، هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم.